الاقراض والاقتراض من جمله المعاملات السائده بين الناس وقد جاءت الشريعه الاسلاميه ببيان احكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور او اجحاف والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض وذلك لما فيه من الإحسان إلى المسلم وسد حاجته وتنفيس كربته فيدخل في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقد يكون الاقراض واجبا احيانا كما اذا كان المقترض مضطرا ولا تندفع ضرورته الا بالقرض فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه وقد يكون محرما احيانا كما اذا كان المقترض يقترض لعمل محرم ومن اهم احكام القرض انه عقد تمليك فلا يتم الا مما يجوز له التصرف ولا يتحقق الا بالايجاب والقبول كل قرض جر نفعا فهو ربا فليس للمقرض ان يشترط زياده في ماله الذي اقرضه او يشترط منفعه كسكن او اجاره او اعاره او غير ذلك من المنافع اذا رد المقترض احسن مما اخذ من المقرض او اعطاه زياده دون شرط او قصد صح ذلك لانه تبرع من المقترض وحسن قضاء من المعاملات الربويه المحرمه ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائده محدده تاخذها زياده على مبلغ القرض يجوز للمقرض ان ياخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط الا تزيد عن الاجره الفعليه التي يتكلفها المقرض وكل زياده على الخدمات الفعليه محرمه لانها من الربا الاصل انه لا اثم على صاحب المال ان رفض اقراض شيء من ماله لمن ساله ذلك إلا إذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن معسر فليتجاوز لعل الله يتجاوز عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه